الحمد لله كان يوم اقبال كتير حلو، كتير عالم اجت وانتخبت ومارست حقوقها بشكل كامل، اي وما كان في اي معوقات او مشاكل، بالعكس كان كتير سير العمل كان سريع والامور كانت جيدة الحمد لله. اتمنى من اعضاء مجلس الشعب يعيشوا الوجع معنا، يساعدوا هالناس، تطلع عن القرارات التشريعية تكون ممتازة، لانه احنا كلياتنا بنعرف انه مجلس الشعب هو سلطة تشريعية، فناطرين منهم قرارات حلوة ان شاء الله. اليوم مارست حقي بالانتخاب خاصة بالدورة الجديدة، بتمنى يكونوا اعضاء المجلس الجداد لهم دور، ياخذوا دورهم حقيقي ودائما يحكوا بشغلات جديدة. اليوم صرنا بعهد بحقبة العالم عم يتغير بسرعة، المفروض يكونوا مواكبين للتطور اللي عم يصير. حق كمواطنة سورية انه انا اجي وشارك بالانتخابات، بنتأمل ان شاء الله فيهم كل خير مشان يعني تحسين الوضع الاقتصادي، نحن بنتأمل خير فيهم ان شاء الله. يعني الشخص اللي عم نحط ثقتنا فيه يكون قد هالثقة ويعني يشتغل كرمال الشعب. هلا انا حبيت انه ادلي بصوتي حتى يوصل الشخص اللي بمثلني لمجلس الشعب، وان شاء الله يكون قد يعني التوقعات نحن اللي هن وعدونا فيها. جاي لانتخب لنمارس حقنا الشرعي انتخاب مجلس الشعب لنأمن حياة معيشة أكثر، ونطلب الشخص اللي بيأمننا الراحة والاستقرار لهذا البلد.